الزواج أو كما يطلق عليه الاقتران، فكل شخصين مرتبطين ينشأ بينهما مجموعة من الحقوق والواجبات. وبما أن الحضارات والثقافات تتعدد في مختلف بلدان العالم، ولكل ثقافة وحضارة عاداتها الخاصة بها، فقد تنوعت عادات الزواج الخاصة. في هذا الفيديو سنتعرف على أغرب عادات الزواج في العالم، لن تصدق بأنها تحدث بالفعل. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، أدعوك للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات للتوصل دائما إلى كل جديد. بوساق الأب على ابنته. أغرب عادات الزواج في العالم موجودة في ثقافة شعب الماساي، إذ يقوم الأب بالبصق على ابنته قبل أن تغادر منزلها مع العريس، اعتقادا منهم أن هذا الفعل يجلب الحظ الجيد والحياة السعيدة للعروس. إن البصق هو رمز للخزي عادة، لكن في ولاية ماساي يعتقد أنه يجلب الحظ السعيد. خطف العريس وتهديد العروس. هذه العادة الغريبة موجودة في بعض مناطق الهند، والتي تقام للتهرب من دفع المهر. قد تختطف عائلة البنت شابا ويزوجونه بالإجبار من ابنتهم، فإذا رفض فقد يتعرض للتهديد بالعنف، وذلك بسبب تقليد في الديانة الهندوسية الذي يعد من الضروري أن يتزوج الشباب، ويجب أن تكون الفتيات متزوجات في أقرب وقت ممكن قبل بلوغ سن معينة. الحزن والبكاء وتكسير الأطباق. في دولة ألمانيا يوجد أغرب عادة الزواج على الإطلاق، فبعد حفل الزفاف يجتمع الأصدقاء والأقارب ويقومون بتكسير الأطباق والأكواب والأواني الخزفية في منزل العروسين، ويتوجب عليهما التنظيف لكي يتعلما الاعتماد على نفسهما والبدء في حياة الزوجية بنشاط ومسؤولية. كسر البيضة على الرأس. إن دولة المغرب هي إحدى الدول التي تهتم بشكل كبير في مسألة العادات والتقاليد، وخاصة تلك التي تتعلق بالزواج. فيوجد عادة كسر بيضة على رأس العروسة، وذلك أملا في أن تكون تلك العروس كثيرة النسل والأولاد في المستقبل، وأن يكون زواجها سعيد ونجحا. لا يسمح بدخول الحمام عند قبائل التايدوغ. عند قبائل التايدوغ لا يسمح للعروسين باستخدام الحمام 3 أيام كاملة بعد الزفاف، وكذلك لا يسمح لهما بمغادرة المنزل، وطوال الأيام 3 يقع الزوجان تحت المراقبة، ويسمح لهما بأقل قدر من الطعام والشراب. إذا لم تمارس هذه العادة فإنهم يعتقدون أنها ستجلب الحظ السيء للزوجين. البكاء عند شعب توجيا في الصين. تبدأ العروس في شعب توجيا الصيني قبل الزواج 30 يوما في البكاء ساعة يوميا، وبعد 10 أيام تنضم إليها والدتها، وفي الأيام 10 الأخيرة تنضم جدتها إلى البكاء. البكاء في تلك الأيام يعد تعبيرا عن الفرح والحب العميق وليس الحزن كما تعتقدون. الأكل من إناء المرحاض في فرنسا. في يوم الزفاف بعد انتهاء جميع الاحتفالات، يجمع الضيوف جميع المشروبات وبقايا الطعام من مائدة الزفاف، ويضعونها في وعاء يشبه المرحاض في غرفة الزوجين. لن يغادر الضيوف ما لم يشرب الزوجان مباشرة من الوعاء. غالبا ما يتم استبدال بقايا الطعام بالشوكولاتة والشمبانيا
ومع ذلك يبقى وعاء المرحاض على كل حال. في الأخير أعزائي، أي من هذه العادات الغريبة أثار دهشتكم؟ وإذا كنتم تعرفون عادات أخرى أرجو مشاركتها معنا. دمتم بألف خير. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.